متابعينا الكرام، متابعي قناة شوفو، صباح الخير عليكم كاملين ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فصباح الخير للجميع، صباح الخير لكل متابعينا الكرام، لكل متابعينا الأوفياء. كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. تحية طيبة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. صباح الخير للجميع، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. الموضوع ديالنا متابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو بعد انطلاق عملية التلقيح في المغرب. يعني كيف ما كنعرفوا كامل المتابعين الكرام، انا تلقيت حتى في المغرب. واش كتشوفوا ان الناس مازالين محتارمين مسافة الامان ومديرين الكمامة ديالهم ولا لا؟ خويا حسن صباح الخير، اختي بشرى السلام عليكم. وعليكم السلام حسن خويا حلمي، صباح الخير خويا. فصباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنوا انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة للجميع. متابعينا الكرام، بعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، كيف ما كنعرفوا كاملين أن المغرب أعطى الانطلاقة الرسمية للتلقيح، وكنشوفوا أننا وصلنا لواحد نسبة كبيرة للتلقيح في المغرب. فمتابعينا الكرام، واش كتشوفوا أن الناس مازال محتارمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا؟ متابعينا الكرام، يعني واش مازال الناس محتارمين مسافة التباعد وارتداء الكمامات ولا لا؟ متابعينا الكرام، مالك صباح الخير اختي عبد الله، صباح الخير خويا، تحية ليك حسن، الله ينورك، الله يحفظك ليا. فمتابعينا الكرام، بعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محتارمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا؟ يعني كنشوفوا صراحة، كنشوفوا أنه ولا واحد الإهمال كبير. يعني أكثرية الناس مابقاوش كيديروا الكمامة ديالهم، أكثرية الناس مابقاوش كيحترموا مسافة التباعد، يعني بحال رجعت الحياة الطبيعية ديالها. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، كنتمنوا أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. وردة أمل صباح الخير، صباح النور أختي. فصباح الخير وصباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنوا أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة للجميع. شيماء العالمي صباح الخير اختي شيماء. فصباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنوا انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. حسن عاش الملك، الله الوطن الملك. نعم خويا حسن تحية ليك. فاطمة الإدريسي، مكين الاحترام، مكين الكمامة، بحال اللي مكيناش كورونا، الله يستر وصافي. نعم صحيح، فهذا هو الواقع ديالنا اختي فاطمة. يعني الناس من بعد انطلاق عملية التلقيح، يعني مابقاش بتاتا أنه كيخاف على راسو، كيدير الكمامة ديالو، تباعد، مابقى حتى شي حاجة من هادشي. نعم اختي شكرا ليك. عائشة صباح النور، صباح الخير اختي. عبد الله صباح الخير خويا. تحية طيبة لكل متابعينا الكرام، تحية طيبة لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنوا أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية للجميع متابعينا الكرام، بعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا أن الناس مازال ملتزمين بالكمامة ديالهم وبمسافة التباعد ولا لا؟ متابعينا الكرام،
بغينا كل متابعينا الكرام انهم يشاركوا معنا هذا البث المباشر، الكل يعطينا اراء ديالهم متابعينا الكرام باش كلنا نستافدوا. فبعد انطلاق عمليه التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان المواطنين بصفه عامه مازال محترمين مساله التباعد كملهم ولا لا؟ ملك احتمالك تقول ولا بنادم كله مخلط ما بقاوش دايرين الوقايه. نعم صحيح يوسف خويا، صباح الخير. شارو صباح النور خويا، صباح الخير اختي، صباح الخير عفوا لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناه شوف تي في. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي، فتحيه طيبه للجميع. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا أن الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ يعني كيف ما كنعرفوا كاملين من بعد من طلقات عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا أن الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. خويا حسن شكرا ليك. خالد خويا صباح الخير. عبد السلام سلام خويا عبد السلام، تحيه ليك. عائشه اصلا قليل اللي كيدير الكمامه، اما التباعد اما التباعد ما كاينش اصلا. الله ينجينا وينجيكم من كل شر يا ربي امين. شكرا ليك خويا حسن حلمي، برافو تحيه لك خويا. فمتابعينا الكرام، فصراحه كيف ما كنشوفوا حاليا اكثريه الناس او تقريبا 70% ما بقاوش كيديروا الكمامه ديالهم، ما بقاوش كيحافظوا على مسافه التباعد، وهادشي كيشكل خطر كبير عليهم متابعينا الكرام. فصباح الخير وصباح الورد للجميع، صباح الخير لكل متابعينا الكرام. كنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. مويمة صباح النور والسرور، تحياتي من فرنسا تولوز للجميع، تحيه ليك. اليماني تحيه ليك خويا. يوسف سلام خويا، ورج امل لا ماشي كلشي اخويا ملتزم بالكمامه. نعم صحيح، فماشي كلشي لحد الساعة ملتزم بالكمامة ديالو، القليل اللي كنشوف أنهم لحد الساعة مازال محترمين مسافة التباعد والالتزام بالكمامة ديالهم متابعينا الكرام. صديق صباح النور خويا، صباح الخير. عثمان خويا أش من تباعد طويسات عامرين. نعم خويا، يعني الاختلاط لحد الساعة هو مازال عند البعض متابعينا الكرام. نعم خويا يوسف كلشي باقي ناعس اليوم. فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام، تحية طيبة لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي، فتحية طيبة للجميع متابعينا الكرام. بعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافه التباعد وارتداء الكمامه ولا لا متابعينا الكرام؟ واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافه التباعد وارتداء الكمامه ديالهم ولا لا متابعينا الكرام؟ ملك المداني الجو زوين اليوم، وتحيه الناس بن سليمان، تحيه لك اختي ملك. عبد الله خويا الناس مابقاش تخاف من بدي تلقيح، منين بدا تلقيح؟ نعم خويا عبد الله صحيح. مويمة الله يهدي ما خلق ما تيديروش الكمامة ولا التباعد. نعم صحيح متابعينا الكرام. واش مورينا بعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا أن الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ اليماني خويا ما كيناش الشتا،
المهم ما كاينش الاحترام الله يهديهم. نعم فولات مابقاش الناس مابقوش كيخافوا على راسهم، فهذا هو الواقع متابعينا الكرام. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة للجميع، تحية لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فصباح الخير للجميع، صباح الخير عليكم كاملين، صباح الخير لكل متابعينا الكرام. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ مكاينش احترام، نعم صحيح. فمتابعينا الكرام كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية للجميع. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ديالهم ولا لا؟ يوسف واخويا هذيك الكمامة هي اصلا كديرها كتخنقك. نعم اخويا يوسف كبيرة. مع انطلاق عملية التلقيح في المغرب لاحظتوا عدم استعمال مواطني الكمامة وكذلك عدم احترام مسافة الامان الا في الاقاليل. نعم كبيرة تحية ليك. إن أغريابل جوني إبون كوراج والله يهديهم. نعم صحيح مهمة، تحية ليك كبيرة، شكرا ليك. فتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وصحة جيدة يا ربي. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب اللي شملت تقريبا كل مناطق المغرب ديالنا الحبيب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ فكنتمناو ان كل المتابعين الكرام يشاركوا معنا هذا البث المباشر، بدلوا معنا الاراء ديالهم متابعينا الكرام باش الكل يستافد. شكرا ليك مهمه، شكرا ليك اختي. فمتابعينا الكرام كنجدو وجدو بكم الترحال معنا في هذا البث المباشر الصباحي. كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية للجميع، تحية لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تيفي. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا ان الناس مازال محترمين مسافة التباعد وارتداء الكمامة ديالهم ولا لا متابعينا الكرام؟ صباح الخير اختي غزلان نجاة السعداوي، صباح الخير اختي. فصباح الخير وصباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة للجميع،
تحية طيبة لكل متابعينا الأوفياء، كل متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وصحة جيدة يا ربي. فبعد انطلاق عملية التلقيح بالمغرب، واش كتشوفوا أن الناس مازال ملتزمين بمسافة الأمان وارتداء الكمامة ولا لا متابعينا الكرام؟ إذن متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.